على أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. تربينا على تمجيد القائد الخالد، تربينا على قائدنا للأبد الملعون حافظ الأسد، تربينا على مغالطات ومفاهيم خاطئة كثيرة، لكن هؤلاء صغار المندسين تربوا على حرية للأبد غصبا عنك يا أسد، تربوا على يلعن روحك يا حافظ، تربوا على الشعب يريد إسقاط النظام، تربوا على إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هل رأيتم هؤلاء؟ هل رأيتم هؤلاء؟ والله وعزة الله وجلال الله وجمال الله وقدرة الله ليدخلن المسجد الأقصى فاتحين بإذن الله. أبوا إلا أن تكون لهم مشاركة. يا بشار يا إيئاو يا صرمي عتيئة، لازم تعرف الحقيقة وإنك ترحل يا بشار، يا الله ارحل يا بشار، يا الله ارحل يا بشار، يا بشار ويا مندس تضرب عنده حزب الباس، يلا روح صلح حرف الاس، يلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار. يا ماهر ويا جبان ويا عميل الامريكان وحرية صارت بالباب، الله ارحل يا بشار، يا لمياء يلا يا بشار ويا إيئاء يا صمايا عتيئة. كم عن روحك يا حافظ، كم عن روحك يا حافظ.